اما هلا حنروح لاخر فقراتنا لصباحنا لليوم. ليلى بتلعبي رياضه بالشهر الكريم؟ والله كنت حابه اجربها بس لسه ما جربت، وهلا بدي اسال الكوتش انه كيف الواحد ممكن يلعب رياضه خلال شهر رمضان. وقفت ببدايه رمضان. ناس كثير مثلك يا ليلى بجوز بالشهر الكريم قالوا نحن بنرجع بعد هذا الشهر، في ناس لا متابعين حتى بعد وجبه الافطار. يمكن اليوم تنسيق العمل وضغط الشغل مشاغل الحياه ما عم تخليه يكون في تناسب ما بين وقت النادي او وقت لعب الرياضه ووقت وجبه الافطار، لذلك اليوم اكيد نحن بحاجه لنصائح كيف نحن قادرين نستغل هذا الشهر ايضا. تماما يا رشا، الرياضه بكل الاوقات كثير لها فوائد لصحه الجسم، لكن اليوم خلال هذا الشهر بتختلف يمكن المواعيد، او في اشخاص ما بيقدروا يمارسوا الرياضه وممكن يمارسوها باوقات ممكن تكون خاطئه تاذيهم او يكون لها تاثير سلبي عليهم. لنحكي اليوم عن هذا الموضوع وكثير من النصائح رح تقدم لنا اياها ضيفتنا الكوتش ريم الاحمد مدربه رياضيه. سعد صباحك واهلا وسهلا فيك. سعد صباحكم اهلا وسهلا. صباح الخير كوتش. صباح الخير. اهلا وسهلا بحضرتك ورمضان كريم عليك. وقت بنقول رياضه نحن اليوم عم نحكي عن مبذول جهد عم يبذله الجسم، عم تصير في سعرات حراريه، في طاقه عم بتروح، وفي صوم اليوم يعني بالمقابل. كيف اليوم الشخص قادر ينسق خلال الشهر الكريم بالرياضة؟ كيف قادر يصوم يلعب رياضة هو صايم؟ هلا هي شيء كثير مهم الرياضة للصايم. نحن بنقدر نبدأ كنظام أكل ونظام التمرين بحيث يناسب هدفنا نحن، يعني أنا بدي أنزل بالوزن أو بدي أبني كتلة عضلية على حسب أنا ما بدي هدفي بدي أتبع خلال الرياضة. يعني أنا بدي أخسر كتلة دهنية كتلة وزن لازم ألعب قبل الإفطار بماكسيموم ساعة لساعة ونص بحيث ما يبقى بين الإفطار والتمرين الرياضي أكثر من ساعتين على أني أنا عوض الجسم بالسوائل والشوارد المفقودة. وفي حال كنت بدي حال ابني كتلة عضلية أخذ شكل جميل مثل ما كل الصبايا بتحب أكيد، نلعب بعد الإفطار من ماكسيموم ساعة لساعتين وبحيث أنا أكون أخذت على الإفطار وجبة إفطار تكون خفيفة أخذي عناصر غذائية صحية لأقدر ألعب تمريني وأنا مرتاحة، بحيث أنا بس أخلص من التمرين وأرجع أخذ وجبة صحية كاملة من العناصر الغذائية كبروتينات كربوهيدرات ودهون صحية. يعني هي الرياضة بترجع حسب الشيء اللي أنا بدي إياه، حسب الشيء اللي بدي استفيده من الرياضة مثل ما ذكرتي. لكن كثير من الأشخاص بيقولوا أنا اليوم بدي العب رياضه خلال فتره الصيام يمكن متعبه ما اقدر انا اني ضاين بالصيام اذا انا بدي العب رياضه لاني انا رح ابذل جهد. وبعد الافطار في كثير ناس بصيبها انه شويه خمول او تعب بعد وجبه الافطار، فكيف اليوم لازم ينظموا؟ هل الشخص اليوم اللي بده يلعب رياضه برمضان لازم يكون هو فعلا عم يمارس الرياضه قبل هذا الشهر ولا لا طبيعي؟ يعني ممكن في تمارين معينه ممكن يكون في شيء خفيف يلعبه بهذا الشهر؟ هلا هو شيء كثير مهم ان هو طالما حط نقطه البدايه انه هو حيبدا فشيء كثير ممتاز قبل او بعد، بس هو يستفضل يكون قبل، يعني هو لاعب قبل تمرين وعم يكمل بشهر رمضان. حتى لو هو كمل بشهر رمضان رح يكون كواتير التمرين منخفضه، يعني ما في شدات عاليه، ما في ضغط عالي، ما في شيء بيقدر هو يعطي جهد، دقات قلب مرتفعه ما في، كل هدول السير طالما هو مفايد بوتيره صحيه صح بيقدر يمشي على حسب هو جسمه حسب حالته الصحيه بالاخص. يعني احنا بدنا نتعامل معه كحاله صحيه، يعني ناخذ كل شيء هو بيخصه، كل شيء لاعب قبل، كل شيء في وضع مرضي، وعلى اساسها نحن بنعطيه برنامج غذائي وبرنامج تدريبي بيمشي عليه. وكونه ذكرتي حضرتك البرنامج الغذائي اليوم اكيد الكوتش بيكون حريص انه يكون متواجد ضمن هذا البرنامج جميع العناصر الغذائيه اللي المفروض الشخص ياخذها طالما في رياضه. شو اهم اليوم العناصر الغذائيه والعصائر يلا معلش المفروض احنا ناخذها بهذا الشهر؟ هلا في كثير قصص مهمه، هي اهم شيء انه انا استراتيجيات النظام الغذائي كل ما كانت ادق كل ما انا وصلت اللاعب للكفاءة الدقيقة الصحيحة. كيف يعني؟ يعني أنا بقدر كل ما كان أدائي صح كل ما كان نتائج التمرين أصح. نحط برنامج صحي نمشي عليه وليس قطع أكل مثل ما كل الناس بتعرف. يعني أول ما بيروحوا على الجيم أنه يلا قطعي خبز قطعي سكر كل شيء نشويات كل شيء حلويات، هو ما مو صحي. يعني طالما أنا خسرت كتلة دهنية أو كتلة عضلية، ما هو رح يصير في حالة هدم عضلي شيء اسمه، يعني أنا أخسر كتلة عضلية ويبقى عندي كتلة دهنية. بهي الحالة نحن بناخذ نظام صحي
الصحي للجسم الامثل. يعني كل حدا له نظام. يعني انت اليوم مع انه نحن نخفف مو نقطع، يعني هذا الخبز مفروض ما ينقطع، نخفف كميه شوي شوي، والحلو نفس الشيء، والرز بلاده بلا خلي الرز. لا لكي هو شيء كثير مهم، لانه هو من الانواع الدهون عفوا الكربوهيدرات المعقده يلي امتصاصها بطيء، عرفتي؟ يعني نحن بنوصل مع الشخص لمرحله انه انا بس اخذت هي صارت شيء نفسي، فهو طالما انت نفسيا هو انت بس تاكل بكيفك معناتها انت مرتاح وامورك رواق، في طاقه سعاده، ما حرمتني شيء، معقوله وبنحف وباخذ نتيجه وببني اوكي امورك كثير تمام. بس نحن لما بنوصل لمرحله انا قطعت اكل، هون صار في شيء اسمه تجويع، يعني الجسم بعد فتره او لا شعوريا نحن بنصير نفقد لشيء، انه عبالي ارجع عبالي كذا. طالما النظام هو نظام صحي وليس نظام دايت، انا لو قطعت رياضه بضل على النظام الصحي اللي انا ماشي فيه. تمام، لكن اليوم الاشخاص اللي هنن بدهم ينحفوا حالهم الرياضه للتنحيف، هنن لعبوا الرياضه خلال فتره النهار بقى من الافطار للسحور، قضوا وجبات واكلات طيبه مع لذه وطاب، خلينا نقول. طب هون هنن الرياضه اللي لعبوها خلال النهار ما رجعوا عوضوا هذا الشيء بعد الافطار؟ ما هن كل نهار صايمين على انه عبالي اكل هي، بس افطر عبالي اكل هي. تمام. فهي هون الفكره بترجع انه انا بقدر اكل كل شيء على بالي اكله بس بفترات معينه. هي هون بتلعب الدور الاكبر انه الوقت اهم شيء، الوقت. يعني انا مو مهم شو اكلت، المهم ايمت اكلت. يعني مو مهم انا اكلت بسكوته بالليل مثلا او قطعت كيك او اي شيء، المهم انا ايمت اكلتها، بعد شو، قبل شو. الفكره انه انا بدي اترك مسافات كرمال معدل الانسولين بالجسم يضل مضبوط. يعني طالما معدل الانسولين انضبط معناته انا مرتاحه، يعني جسمي عم يعرف يحرق وعم يعرف يحافظ على الكتله العضليه. يعني بوصل جسمي لمرحله صحيه صح ونظام غذائي صحي صح. طيب كوتش، كونه نحن اليوم بالشهر الكريم، خلينا نروح لنصائح عامة ما بين الصح والأخطاء الشائعة اللي نحن ممكن نعملها من دون ما نحس، أو خلينا نقول نفسنا تهف على شيء وروح نلعب رياضة بعدها أو نقطع رياضة. هل اليوم صح أنه نقطع نحن هيك يعني شهر كامل؟ اكيد لا، مو صحي ابدا. نصائح عامه، انا ما بنصح اي ما بعطي نصيحه لاي حدا انه يقطع، لو في حاله مرضيه، لو في اي، لو تطلع تمشي لعشر دقائق مثلا من 20 ل 30 دقيقه اوكي، هي اي حدا بيقدر يعملها. تعود يعود جسمه انه انا لو ما في تمرين اوكي انت مريض ريح جسمك اكيد في راحه، بس اني انا اطلع مثلا ما اقطع تمريني، لو مشيت 20 دقيقه ل 30 دقيقه. وانا بنصح كل الناس باي حاله صحيه باي عمر كان، يعني من الاطفال وطلوع، انه ونحن للعمر الكبير اللي هي عندنا كثير شيء مهم. نحن ما بنتجاهل انه مثلا صار عمره 50 سنه لفرضا، هو ما عاد يقدر، خلص اكيد ما رح يقدر يلعب مثل الشخص الثاني صحيا، بس هو بيقدر يعمل شيء يعطيه كفاءه عاليه انه يعيش عمره الكبير بطريقه صح. اكيد كوتش بدنا نشكرك على هي المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، واكيد نتمنى السلامه والصحه للجميع. أكيد. شكرا لك ورمضان كريم عليك. شكرا كوتش لهالطاقه الرياضيه الحلوه هيك اليوم، بسطنا فيكي، ان شاء الله هيك لنا لقاءات وصباحات ثانيه بنحكي بمواضيع ثانيه. شكرا ورمضان كريم عليك. عليكم بالخير.